أزمة كورونا هي ليست أزمة محلية ولا إقليمية بل دولية. إلى ناخذها على الوضع المحلي، هي جند من جنود الله، وإن شاء الله الله يزيل الأمة عن هذه الأمة، لكن رب ضارة نافعة. الشباب الوطني الكويتي دائما في الأزمات، ونرجع للتاريخ، الشعب الكويتي، الشباب الكويتي محرك للتطور في هذا البلد. أزمة كورونا، من كان يتخيل ب 2019 شهر 9 أنك تستطيع أن تخلص لك معاملة بجهة حكومية عن طريق برامج إلكترونية؟ لا يمكن. فجأة اكتشفناها موجودة. بالعكس، والحقيقة، وخلونا نكون واضحين، لما تقعد في إحدى الديوانيات كثير من الناس قاعد يقول منو يعرف في الدائرة الحكومية هذه وده أن يخلص الأمور. بدأت الواسطة أو ما يقال عنها الشفاعة لحق من حقوقك. وصلنا إلى هذه المرحلة الآن، تستطيع أن تعمل أو تقضي حوائجك من الهيئات الحكومية في منصة متى. بمعنى آخر أن هناك في بنية تحتية تكنولوجية تم تفعيلها. من اللي فعلها؟ أنا شخصيا أعرف شبابهم اللي فعلها في وزارة الصحة. هناك في برامج إلكترونية طبقت في أزمة كورونا. من اللي سواها؟ شباب كويتي. الشباب الكويتي الوطني هو ثروة، ولهذا السبب نطلب من حكومتنا، بما أن هناك أزمة، بعض المشاريع التي يجب أن تقدم، أو أعضاء مجلس الأمة نقدر لبعض المرشحين أنهم يصلوا إلى مجلس الأمة، من ضمنهم أنا شخصيا أتعهد بأن نقدم مشروع هيئة لإدارة الأزمات.